كتير من الناس عندها فكره يا عم دي سنه سنان هتعمل ايه يعني في جسمي، يعني انا سايبها بايظه، هي فيها عصب بايظ، فيها تساؤل، فيها كوارث، ما تقوليش ان جسمي هينضر يعني ابيض ولا اسود؟ اسود طبعا. انا اللي اقدر اقول لك اسود طبعا. انفكتيف اندوكاردايتس، انت لو عندك بكتيريا موجوده في العصب، بكتيريا موجوده في 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 جوه في العظم الفك، في خراج عامل مشكله في 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 انت دي تديك لو البكتيريا دي، وحضرتك ممكن تشرح دي احسن مني كمان، لو البكتيريا دي مشت في السيركيوليشن او في الدوره الدمويه بتاع جسمك تخش على القلب تعمل لك اندوكاردايتس. تدخل على الصمام. انا بقول لك حاجه بسيطه جدا، صمام القلب تعمل فيه كتله بكتيريه فوق الصمام، صح؟ تبقى كارثه. انت عارف لو مغير صمام تبقى كارثه كبيره جدا، لان لو عامل صمام معدني الانفكتيف اندوكاردايتس على صمام معدني ده انديكيتد اوبن هارت سيرجري، افتح ولازم يشيل الصمام بعدين ارميه واجي اركب صمام تاني، ملاش حل تاني. وممكن بقى بشوف استهتارك بايه، بسنه عملت لك مشكله في القلب، استهتارك بسنه بهدلت لك، اثرت على السكر عندك وزودت معدل السكر لان الجسم بيحاول يعالج نفسه وبيحاول يعمل هيلينج، وي 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 وي, وي. انت بوقعت السنه في العظم التاكل، انت دخل لك مشكله في الساينس، مشكله بتحصل في الجيب الانفي بسبب بكتيريا او حاجه موجوده في العظم، مشاكل كتير قوي لو قعدت بتساعد بتاثر على الجيب الانفي وبتاثر على مناخيرك وبتاثر على عينيك وبتاثر على ودانك وعلى الاذن الوسطى بسبب وجع في الاسنان او مشكله في مفصل الفك. فانت استهتارك بسنه او استهتارك بحاجه صغيره مش هقول لك مشاكل كتير. لو انت ما عندكش اسنان خلفيه مش مهم يا عم، ده درسين ورا واحد هنا وواحد هنا، مش هيأثروا في حاجه، مش باينين، انت مش هتمضغ كويس، مش تاكل كويس، مش هيحصل لك بعد فتره هيحصل مشكله في مفصل الفك، الاكل مش هيتهضم كويس، ده عمل لك مشاكل تانية اكبر بكتير. انت مفيش حاجه في جسم الانسان مش منفذه على حاجه تانية. الطب كله دي شبكه، الاعصاب دي كلها شبكه، الاوعيه الدمويه دي كلها في الاخر بتلف وبتوصل للقلب. مش عايز اخش في تفاصيل طبيه معقده قوي، بس لا دي نتورك كبيره قوي.